على واحد دفع على واحد دفع على واحد محمد أمين الراقب مدير مهرجان الساقية الحمراء الدولي لسباق الإبل. الآن نحضر وقائع فعاليات مهرجان الساقية الحمراء الدولي للإبل اللي انطلقت قبل قليل فعالياته من سمارة النسخة الثالثة واللي عرف حضور 10 دول ورئاسة رئيس الاتحاد العربي لسباقات الإبل وكل الأعضاء في الاتحاد. والجديد في هذه النسخة هو إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد الهجانة اللي تقام أول مرة في المغرب، وانطلقت الآن مباريات ما بين المنتخب الموريتاني والمغربي، وبعد قليل ستبدأ مباراة النساء كرة اليد من سلطنة عمان ومن السعودية ومن قطر. نحن في إدارة المهرجان ننظم هذه التظاهرة تزامنا مع ذكرى قالية وعزيزة على كل المقاربة، ذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة من العاصمة الروحية للأقاليم الجنوبية سمارة اللي تنعم في بحبوحة من الأمن والرخاء. وهذا التظاهرة وهذا المهرجان في نسخته الثالثة هو ترجمة منا كإدارة إلى العناية الفائقة اللي يوليها جلالة الملك لرعاياه الأوفياء داخل هذه الأقاليم الجنوبية، وما يوليه جلالته للثقافة الحسانية كرافد من الثقافة المغربية. اليوم الأول هو انطلاق بطولة كرة اليد، والمساء إن شاء الله سيكون فيه سباق محلي وطني خاص بالكسابة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاثة. أنا نورة الغنام من مؤسسة سفايف. مؤسسة سفايف هي المؤسسة الأولى المتخصصة في مستلزمات وأكسسوارات الإبل. قدمنا المستلزمات الخاصة بالإبل بطريقة مختلفة وجديدة. اليوم مشاركتنا كحضور فقط، بإذن الله مشاركاتنا القادمة تكون أفضل، بحيث أننا نقدر نقدم منتجات من منتجاتنا ونساهم في هذا المهرجان. المهرجان الحقيقة فاجأنا كثير، يعني في أنشطة وفيها أشياء كثيرة مختلفة علينا، يعني ما سبق ورأيناها. دعم مثل هذه المهرجانات للموروث الثقافي يحفزنا جميعا للحرص على المشاركة في أي مهرجان من هذا النوع. شكر طبعا موصول للاتحاد العربي لسباقات الهجن، والشكر أيضا للداعمين في البداية. نادي الإبل السعودي هم اللي دعموني من يوم بديت إلى اليوم، وإن شاء الله ربي يقدرنا ونقدم أشياء جميلة في هذا المهرجان. شكرا لكم. بسم الله الرحيم. عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس لجنة سباقات الهجن ورئيس الاتحاد العربي لسباقات الهجن المهاري. اليوم افتتاح بطولة الساقة الحمراء في المملكة المغربية، وبدأت الفعاليات اليوم ببطولة كرة الهجانة
كما ترون الآن بدأت المباراة الأولى ونحن الآن في الشوط الثاني. هناك فعاليات أخرى اللي هي السباق المحلي والسباق الدولي بالإضافة إلى بعض العروض. لله الحمد هذه النسخة من النسخ المميزة واللي انطلق فيها لأول مرة على مستوى العالم كرة الهجانة للنساء لعنصر النسائي، هذا يحسب لهذا المهرجان. هذه أول مرة تشاركون هنا في المغرب؟ لا، نحن نشارك في نسخ كثيرة، ولكن هذه السنة الأولى تنطلق فيها بطولة كرة اليد الهجانة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.